موعدنا مكمل معكم أعزائي المشاهدين وضيفي بالفقرة الثانية الكاتب عبد الحليم حمود. أهلا وسهلا فيك. اليوم بدنا نحكي عن كتابك الجديد اللي هو عنوانه الصدر سحر ما فوق الغياب، وهو كتابك وكتاب الكاتب شادي منصور. أولا بدي أقول لك مبروك على الكتاب الجديد، هو سيرة ذاتية للسيد موسى الصدر. يمكن أول سؤال هيك بيتبادر لذهننا نطرحه، فكرة الكتاب كيف طلعت؟ كيف تم التنسيق بينك وبين الكاتب شادي منصور؟ وكيف جمعتكم الفكرة سوا؟ تحياتي لك ستيفاني وللمشاهدين الكرام. أنا والصديق شادي طلقنا بمشروع من أكثر من سنة ونص تقريبا، عملنا دار زمكان، دار للنشر بعز الأزمة وهيدي الأفكار. صارت في كتير أشياء مثل توارد خواطر، مثل اقتراحات متبادلة، وصرنا عم ننسج أشياء وعم نقترحها وعم ننجزها. فكان باقتراح من شادي، ليش ما بنعمل كتاب عن السيد موسى الصدر؟ شادي ابن عالم الثقافة، ابن عالم الرواية، لكن من معنى الكتابة الدؤوبي واليومية ما كان بهذا الجو. لذلك دخلنا بأول تجربة بكتاب عن السيد موسى الصدر كتنسيق بتوزيع المهام والتنسيق والاتصالات والتمهيد. فلعب شادي أكثر دور يعني تلك الجرافة اللي بتمشي وبتشيل الشوائب، وأنا برجع بمشي وبرجع بصيغ وبرجع بكتب وبرجع كذا. فكنا عم نوزع أدوار بطريقة جيدة لإنجاز هذا العمل. الكتاب سيرة ذاتية لكن مش بالمعنى العادي للسيرة، كون السيد موسى الصدر يعني لليوم هو اللغز الأكبر بالتاريخ اللبناني. صح. اللي هو ذهب إلى ليبيا وتم اختطافه هناك، وكان السؤال لليوم حتى بعد يعني ذهاب وانهيار النظام الليبي من أكثر من 10 سنوات، بقى اللغز مستمر حتى مع الحكومات المتعاقبة هناك. نعم. فكانت السيرة فيها الجزء الإنساني واليومي والشخصي، فيها الجزء السياسي، فيها الجزء الديني والاجتهادي، وفيها طبعا الجزء اللي خصه بالاختطاف بالفصل الأخير من الكتاب. نعم. سافرت حضرتك على إيران وعرفت، وكمان رحت على سور وقابلت كمان أكثر أشخاص قراب، أشخاص قراب كانوا من هذه القضية. صح. حتى كمان من العائلة كان طبعا عندك. بلشنا من هون من صور مع السيدة رباب الصدر شقيقة الإمام اللي عاشت معه كل التفاصيل بالتأسيس وبالبدايات، كان لها كتير دور إنمائي وكانت حاملة كتير مسؤوليات ولا زالت لليوم. ذهبت لطهران حيث أيضا عائلة الإمام أو ابنته حوراء وابن شقيقه وبعض أفراد العائلة. كمان ذهبنا إلى أصفهان عنده صديق السيد موسى الصدر، عنده صديق اليوم عمره 99 سنة. فقابلنا هذا الشخص بكامل ذاكرته بكامل قوته وعزيمته، وروى لنا كثير من التفاصيل اللي كمان رح تكون خاصة بالكتاب. أيضا ذهبنا إلى قم حيث ترعرع السيد موسى بهذا البيت، دخلنا إلى البيت اللي نشأ وعاش فيه، فتنا بالغرف وطلعنا على الدراج وعشنا أو تقمصنا المشهدية، ورحنا على الأماكن اللي كان يتلقى فيها العلوم الدينية بطفولته. نعم. هون كان ياخد هذا الدرس وهون ياخد هذا الدرس، لنعيش كل التفاصيل. لذلك السرد ربما يكون لأول مرة بهيدي الجدية وبهيدي التفاصيل. في كتير إشياء انكتبت عن الصدر وهي موجودة كموسوعات حتى. صح. لكن حاولنا نروح نقطف الثمار بأعلى الشجرة أو الثمار القريبة اللي ممكن شخص يهملها نظرا لبساطتها، لكن القارئ اليوم بعد مرور هالسنوات يحتاج أن يتعرف على هذا الرجل، ليس فقط صورة في تظاهرة ولا في مناسبة، في أجزاء بالفكر بالنهضة بالمشروع بالأمور الذاتية والعامة تحتاج أن يدقق فيها. لذلك نحن أشبه بكولاج، قمنا فقط يعني حرف جمع. الواو كان عم يربط كتير قصص وخبريات. أوقات في بعض الناس عندهم عبرة أو حكمة، سيد موسى الصدر من وقت ما يفيق الصبح بتبلش العبر والحكم والدلالات بأدائه اليومي. نعم. شفنا الصور، كانت عم تمر، شفنا صورة الغلاف وشفنا صور للإمام الصدر. هو كان قطب من أقطاب حوار الأديان، وهو كمان هل هو كان من دعاة الدولة المدنية؟ ركزتوا على الأسس ولا لا؟
لا شك السيد موسى الصدر عنده بالكتاب مطرح كبير لفكرة التعايش تحديدا الإسلام المسيحي، كان مش بس مدد إيده، هو مد إيده وذهب، يعني كان أول رجل دين مسلم أو تحديدا شيعي يدخل إلى كنيسة ويلقي محاضرة بكنيسة، ولما إجا وقت الصلاة راح أخذ زاوية وحط سجادته صغيرة وصلى ورجع كمل كلامه. لما كان في تعيين يعني أو جلوس بابا جديد بروما على كرسي، أيضا ذهب السيد موسى وكان من ضمن الحاضرين بهذه المناسبة. من سنوات قليلة أيضا بالبابا الجديد ذهبت عائلة الصدر، وهذا لأنه امتداد من الفكرة القديمة لليوم، وجرى استقبالهم الستراباب وأبناء الإمام. هذه العلاقة اللي كانت وطيدة بالرجالات بالشخصيات برجال الدين برجال الدين المسيحيين بصور اللي كان عم ينسق معهم، وفي اشياء انسانيه صغيره خاصه بالصيادين، بنعرف بصور الصياد مسلم ومسيحي وغيره، كان في تقديمات يسعى لها السيد موسى لتكون كل فقراء صور يكون محطوط بهالمطرح. وهم بفتح قوس لاقول انه السيد موسى الصدر بفتره زمنيه قضى على التسول بمنطقه صور من وراء السعي الدؤوب واليومي. بنرجع لموضوعنا لنقول سيد موسى الصدر من ناحية الحوار لم يكن منظر فقط، كان فاعل، ولذلك سيد موسى ما أنتج كتاب لأنه كان هو الكتاب. يعني سيد موسى كان بيمشي ونحن بدنا نسجل من وراء الأشياء اللي كان عم ينجزها يوميا من ناحية التعايش والحوار والأفكار. شخص يستطيع يوميا أن يشق دروب ويصنع ويغرز الثمار ويؤسس. وهم بروي شغلة هيك صار بأحد القرى الريفية بلبنان، قرية مسيحية، صار في ثأر بين عائلتين. فالطريف بالأمر أنه السيد موسى الصدر دخل قواصيت بين عائلتين مسيحيتين وهو اللي عمل التسوية بيناتهم وأخذ الأمور على عاتقه، والعائلتين بيحترموا هذا الإنسان، ولذلك أنجز الأمر بهالطريقة. كان ينفذ وبعدين منحكي عنه كيف كان يقوم بهيدي الأمور، وكم من فتنة بعبائته كان يوصل ويخلصها ويحلها. شخصية استثنائية بكل معنى الكلمة. يمكن وهذا ما يجعل من قضية الإمام الصدر ملف إذا فينا نقول لا يغلق، ودائما عم نضل نبحث حتى نعرف المصير. هل في معلومة رح تكشفوها بالكتاب بعد ما حدا انكشفها؟ رح تكون لأول مرة عم تنكشف عن السيد موسى صدر؟ رح تعمل ضجة هذه المعلومة لأنه مثل ما ذكر وخبرتنا وحضرتك أشرت أنه في موسوعات وكلهم حاكيين، هل بكتاب السيرة الذاتية لحضرتك والكاتب شادي منصور كنتم سويا بتحضيره وكتابته، هل في شيء معلومة ممكن ضج الدنيا تغير نظرتنا لشيء معين لموضوع معين؟ فينا نقول في معلومات شديدة الأهمية متقاطعة بالملف القضائي والأمني بالحركة التاريخية اللي كانت عم بتصير آنذاك. هيدي السردية للناس معاش انتبهت تسمعها. اليوم نحن في عنا شخص ثالث كان هو يمكن عراب هيدا العمل أو الرجل اللي كان هيك عم يوضع بصماته الإيجابية والاحترافية والأكاديمية والقانونية بهالمطرح، هو القاضي حسن الشامي اللي هو موكل بهالقضية ولم يبخل علينا بأي شيء من نعوزه بهذا المجال، بل كان يعني مرافق لنا أو نحن مرافقين له ببعض المطارح لحتى ناخد شيء. هذا الرجل ذهب إلى روما في المسألة القضائية لأنه إيطاليا جزء من المحاكمة. ذهب إلى ليبيا وعاش كل التفاصيل ودخل للسجون المتوقعة وعمل اختبارات حتى DNA على بعض المطارح، إذا قالوا إذا كان قد توفي السيد موسى فأين هي رفاته. كل هذه التفاصيل بسردية كاملة موجودة عنا بالكتاب. هلأ كأسرار وفكرة ممكن تكون ترند، بالكتاب مليء بالأخبار غير الشائعة لأنه لما عم تستقي الخبر من صاحبه مش من وثيقة مش من جريدة، من هون ممكن نفسه الشخص ما يكون ساردة للخبرية أو هو مغطي عليها من 10 سنوات ومن 20، بس بوقت معين بيفرج عنها وربما كان وقت الإفراج عن هذا الأمر. لكن من في باب منه بالمعنى السري الكبير أو باللغز الكبير، هيك له خصوصيته بالفقه الشيعي أو الإسلامي هو علاقة الفرد بالموسيقى أو بالغناء. هذا الجزء اللي بنعرف نحن الشائع هو التحريم،
أما السيد موسى الصدر رح نكشف بالكتاب أنه كان يمتلك أذن موسيقية متقدمة، ومنعرف أنه كان ينصت تحديدا للسيدة أم كلثوم، هيدي هلأ عم أقولها أول مرة. طبعا بالكتاب رح يكون في مساحة لهيدا الأمر، لأن هيدا الاجتهاد المبكر اللي عمله من 50 سنة ومن 60 سنة لليوم البعض عم يتبعثر بهيدي الفكرة. نعم. وعم بيحاول يلاقي أمور أو مخارج. سيد موسى الصدر كان محب للفن، نقول مجتهد، بس إنما كان يعرف يلاقي التفاصيل بالنص الديني ويلاقي فيه الأجمل والأفضل من دون ما يخلق تقوقع. أن نحكي عن رجل دين بهذا المستوى في وقت من الأوقات كان أهم شخصية شيعية بالكرة الأرضية، صح كان في مراجع، نعم، لكن كانوا تحت سلطات ديكتاتورية، فكانوا بغرف ضيقة عم بيعيشوا فقط ضمن الدروس. أما السيد موسى الصدر فعمل مركز الطائفي عمله بالحازمية، وهي من وقت منطقة مسيحية، نعم. أخذ هذا المكان وانطلق منه، فكان أهم شخصية شيعية من الناحية الرسمية في الكرة الأرضية. وهذا الشخص أن ينصت إلى أم كلثوم من دون أن يكون الأمر بالخفاء، هذا بحد ذاته تحول، وهذا بحد ذاته رح يحول الأمر للسؤال. سوف يبدأ وينطلق من هذا الكتاب، أنه مثل ما قلنا فردنا له فصل كامل. نعم. الغلاف من تصميم مين ودار نشر؟ يمكن دار نشر حضرتك دار زمكان. وين موجود الكتاب؟ من أي متى رح يكون موجود بالسوق إذا صار موجود أو لا؟ وبأي مكتبة ممكن أنه يلاقوه القراء يلي عم بيتابعونا هلا؟ تمام، الكتاب صادر عن دار زمكان، تصميم الغلاف لإلي عبد الحليم حمود. نعم. تصميم الداخل لحسان يوسف، تنسيق الصفحات والإخراج الداخلي، التأليف طبعا عبد الحليم حمود وشادي منصور، التدقيق اللغوي للدكتورة نور أبي المنى، ومنحييها لأنه بترجع وبتراجع وتنسج التفاصيل بطريقة كتير جميلة. نحن أمام توقيع رح يكون خلال أسبوعين تقريبا بالمكتبة الوطنية بالصنايع ببيروت. نعم. أيضا في الجنوب تحدد النهار؟ يعني نحن عم نحكي ما بين 20 ل 23. نعم. للوزير الثقافي إن شاء الله رح يرعى للحفل، بانتظار يعني يقرر هذا الأمر، فالأرجح برعاية وزارة الثقافة رح يكون بهذا الوقت. ثم بالجنوب إن شاء الله ب24 الشهر رح يكون في عنا توقيع، بهذا الوقت رح ينتشر الكتاب إن شاء الله بأهم المكتبات بلبنان المعروفة وصار الكل بيعرفوها، وطبعا تصير الأشياء الأونلاين اللي ممكن تنطلب رح تكون، وأكيد رح يكون في عنا تنسيق ليكون برات البلد، لأنه بنعرف قضية الإمام الصدر هي لغز ما عش صار محلي. صح. من وقتها كان عربي وكان عالمي، وهذه شخصية عالمية، وببعض المطارح بالكتاب رح نشوف عالميتها، لأنه انحكى بالأمر من البيت الأبيض لأصغر غرفة صغيرة كان عم ينحكى بقضية الإمام وعم ينسعى خلفه، في حين الخاطف كان مفكر للحظة أنه هيك بلحظة نشوة ديكتاتورية أنه بنقدر نمحي اسم وبعدين شو بيكلفنا، بندفع مصاري ونسكت العالم. لا، هو ما بيعرف العناد اللي كان خلف الفكرة، ولذلك لليوم نحن وهلأ نحن موجودين لنحكي بهذا الأمر. نعم. لكن للمشاهدين والمتابعين والقراء اللي عم بتابعونا فيهم يتابعوا صفحة حضرتك أو صفحة الكاتب شادي منصور حتى يعرفوا إيمتى رح يكون في حفل التوقيع بمنطقتين مثل ما حضرتك سبق وذكرت، حتى يشاركوا بالتوقيع أو حتى كمان يعرفوا إيمتى الكتب رح تصير موجودة بالمكتبات. صحيح. لكل قارئ حابب أنه يكتشف هذه الأسرار يلي في أسرار كثيرة مثل ما ذكرنا حضرة الكاتب عبد الحليم حمود رح تنكشف لأول مرة، ونقاط يمكن بعد مش كتير مركزين عليها ومن المصدر. حتى التفاصيل الصغيرة اللي عادة الواحد ما بيسألها، انه ماذا كان يأكل. نعرف نحن نشأ السيد موسى الصدر بمنزل يعني بإيران ثم عاد إلى لبنان، هو من عائلة من جذور لبنانية، لكن هو عمليا نشأ ببيت إيراني بالمعنى اليومي والثقافي، ففتت بالطعام، فتت باللغة واللهجة بقلب البيت، فتت بالحلويات، فتت بديكور البيت. أنا نعرف نحن بإيران بيحطوا سجادة وبيأكلوا عليها أكثر من أنه يكون خلف طاولة. هاي التفاصيل صغيرة كنت عم دقق فيها، لأنه يحتاج القارئ أنه يكون أمام رواية، أنه يشعر أنك عم تحكي بوصف جدران وأماكن واللوحة والطريق والمي وهذه الانفعالات الصغيرة، لأنه بالآخر بدك تأنسني الفكرة وما تضلها
عبارة عن يافطة كبيرة، اليافطات الكبيرة بتحسسك أنه الشخص يعني بيوعى الصبح وكأنه واقف جنرال، في حين هذا إنسان عنده تفاصيله وعنده خصوصيته وعنده مزاجه وعنده طريقته بالتعامل والتصرف مع عائلته مع الآخرين. هون دققنا كثير بالتفاصيل، فهي ليست ببعض الأحيان ليست تلك الأسرار اللي 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 فيها قنبلة، إنما الأسرار بتخبي ورود خلفها من وراء هيدي الأشياء الصغيرة اللي كنا نحن عم نتابعها. من هون لما يجي باحث عم يعمل كتاب بالغالب بيحكي بالأشياء العريضة بالأشياء الكبيرة، وبيعتبر من السخافة أو التفاهة الدخول بالتفاصيل لأنه الخاصة بالشخصيات والأشياء الصغيرة. لا، رجعنا رتبنا البازل من أصغر القطع لأكبر القطع، يعني من أصغر تفصيل لأكبر تفصيل. حتى قلت لنا كمان هيك أعطيتنا هيك بالصفة نقول فكرة، ولكنه بتحكي كتير بتخبرنا عن كتير شو في بأسئلة ذاتية كمان، كيف كان إلى هذه الشخصية المهمة، كيف كان إلى رابط مع العالم مع شخصيات العالمية الكبيرة. شوفي تفصيل للسيد موسى صدر ما سعى أنه يظهره هو بأصل بيته، أنه يعني ابنته الكبيرة كانت لما كانت يعني بعمر المراهقة أو شيء كانت بمدرسة راهبات الرسل ببيروت. طيب سنتين هالبنت عم تروح على راهبات الرسل، عم نحكي عن رجل دين مسلم. هو بأعلى مركز الطائفة. نعم. بنته يوميا سوف تذهب لتدرس عند راهبات الرسل، بل وكانت تشارك بكل أنشطة هذا المكان، وكان طبعا صداقاتها بهذاك الوقت بهذا المطرح. ونعرف فيما بعد اندلعت الحرب اللبنانية للأسف في 75، فكان أوقات كثير في ناس بحاجة لمأوى أو معالجة أو اتصال، ونعرف هي بنت شخصية بهالأهمية، فكانت تلك الابنة هي ملجأ لكثير من أصدقائها، وكانت لا تتوانى عن إجراء اتصالات بعمرها الصغير لا تيسر أمورهم ولا تساعدهم. فخبرتنا أنه من أوقات قريبة بيرجع بيتصلوا فيها أنه أنت ساعدتينا بهيك، هي تقول ناسي لأنه إحنا وعينا ببيت يقوم بهذا العمل الإنساني فما بنحفظ الأشياء اللي بنعملها. فلا، هيدا فعلا كتاب استثنائي لرجل استثنائي لعائلة استثنائية. نعم. ونحن أكيد متحمسين لقراءة تفاصيل الكتاب يلي رح يكون بكل المكتبات مثل ما حضرتك ذكرت. في كتير من المعلومات السياسية والأمنية رح تنذكر للمرة الأولى، أكيد دون إهمال التفاصيل الصغيرة حول البيت، العائلة، الطعام، الشراب مثل ما ذكرت لنا هلأ، وكمان حول الموسيقى، وكتير من الحكايات يلي رح تكشف استثنائية الإمام بكل شيء، بما بذلك جولاته الإفريقية. عم بقرأ أنا من البوست اللي حضرتك حطيته على صفحتك على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك تحديدا، معلومات أخذتوها من أقرب المقربين للصدر، إضافة أكيد إلى معلومات من ليبيا وروما، كلهم موجودين بهذه السيرة الذاتية الصدر سحر ما فوق الغياب، كتاب جديد لعبد الحليم حمود ولشادي منصور، أكيد محافظ الألقاب الكاتبين، موجود بالمكتبات. بدي اتشكر حضورك معنا اليوم. اذا بتحب توجه هيك كلمه اخيره يمكن للقراء يلي بيهمهم هذا الموضوع، هيك كلمه سريعه قبل ما اكيد نختم. شكرا جزيلا لك، لانه بهذا الوقت اللي اتيح لنا قدرنا فعلا نكثف الفكره بالطريقه الجيده. نعم. بدي اقول للقراء نحن رح نكون امام كتاب بيشبه الرواية، لأنه فتنا فيه من التفاصيل الصغيرة، مش الكتاب اللي أنت بتنفر منه وبتقول 200-300 صفحة ما بدي أقرأ. هيدا الكتاب أنت رح تقرأ ورح تكون شغوف تعرف المعلومة التالية، لأنه أنت أمام قامة كبيرة لكن يومياتها فيها كتير تفاصيل. رح يسعد القارئ بمعرفة كل شيء، ورح يحب هذا الرجل، ورح يعمل تماهي، ورح يعمل سؤال ما بين رجال السياسة اللي عم نشوفهم اليوم وبين شخصية بهذا الحجم. فمنيح نتعرف على نظافة ونقاء بعض الشخصيات انطلاقا من هذا الكتاب. نعم، شكرا لك لحضورك وللمقابلة الحلوة، وموفقين بالكتاب بإذن الله. أكيد رح نتابع الحفلة التوقيع اللي حتصير حفلتين، وأكيد رح نرجع نحكي عنهم ببرنامجنا الصباحي برنامج على الموعد. شكرا لحضورك. وأعزائي المشاهدين بنتوقف أكيد دقايق قليلة للإعلان، من بعدها بنكمل حلقتنا لليوم. خليكم معنا.